انا احبك صارتك لا والله لا اختلف لما الله ثم ما جبنا هالجهة الله اكبر الله يرحم ابيك حياك الله شيخ روح حق الشيخ روح حق الشيخ عبد الله ايش دخل ايش دخل تفضل شيخ خالد هاي حبيبي بوقف السيارة بوقف السيارة حيا الله من يوم الشيخ محمد عثيمين هو خوي مثلا اي نعم الشيخ محمد عثيمين راح يزور حدا نعم فيدي قال لا ما تروح عيب عشان خوي نعم تفضل محمد الخير شيخ على بدايتك الله يرفع قدرك شلون كل شيء خالد شيخ خالد الله يحسنها صدقيه اي والله انا قلت لهم انا اقول اخي خالد جاب انا الشيخ كبرت لك اي والله انا عارف عامر كريم دم اخوي امام احمد نزل عند احد الائمه وكثر قال يا اخوان انت شاف تلاحظوا مع الشيخ كان كثير بالليل وعاد العلماء والعباد ما يكثرون قال لاني علمت في احمد امام احمد طعامه كدواء فاكثرت حتى شوي والبخلاء البخل امي الله يرحمها قول امين تقول يا سليم مكه يدلعوني يسموني سليم قالت يا سليم ترى البخل عدو النجاة البخل عدو النجاة ويقول صلى الله عليه وسلم الكريم قريب من الله
قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن الناس. كريم قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن الناس. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، قريب من الناس. أربعة بخلة طبهم مسبح، فلو الواحد يطلع عليه العشاء ما طلعوا. قال رسول الله إذا أصبح قال اللهم إني أعوذ بك من البخل. البخاري قال رجال ما شاء الله كل أسبوع لا وصيف رحمه من الربوع لكن ما شاء الله أي هذا الكريم هذا مطاي يوم جاب ضيف ورد ما عنده شيء يسوى شو خير ما قال خير من كمال نعيمك في الدنيا ولذة الطعام وثوابك انك على قول الوالد الله يرحمها تقول شو اسمه كل كرب واشرب كرب ولا تقابل لان المقابل ما حشيك عن شخصك ويقول الشافعي رحمه الله اذا جلس الجنب تقول الجنب حديثه ان الارض تنزل تحت شاك لكن لما تجلس جنب واحد تحبه ويحبك عندما ما قالت ورده الله يرحمها الجزائريه اطرب الجيل الستينات يكون جزائريه ويا حبيبي مش بس ثواني الناس والعيشه والدور صحيح نسبة حبيبي اسالكم بالله احد منكم دخل في الحراء؟ من اي دخل؟ وانا دخلت أتوقع حرارة أنا عمري كنت 12-13 سنة كنت أشتغل مع الخالي أحمد سمكري تعرفون السمكري؟ سمكري؟ مثل البصل يمكن تبيس ياخذ ورق يقول ورق 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 أنا كنت مع خالي أحمد خالي أحمد مع ونية والحجاج يشيلوا من عند الحرم احنا بشكل عام ووديهم الجبل النور تعرفون جبل النور أول ما أقول غار حراء غار حراء غار حراء غار حراء يا ورق خالي يسوق لو وصلنا عند غار حراء انا المحجاج اطلعهم من غار حراء الجبل ذا طلعت ما شاء الله كل ما شاء الله عليه طلعت انت 15 مره الحين ما كبير خلاص الاول ما كان في بعد نوع اي لا ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك سكر شوي دك بسكر محمد ياسر زبون اصبر اصبر اكحز ابوك نعطيك حلوه بالحصه انا جايكم من الفرج ده والله عندي كبير يا رجل حق الشارع خبره تجي بس دائما مو قرمني ولع صفره فاللبنان يضربوني زياده ليش؟ ليش راح اقصف ولعت حمرا فاللبنان والله يسلموا نزل لبنان زعلان على السودان لك شو انت؟ ليه كنت بتمشي؟ شو انت حمار؟ بقول لك السودان يقول من؟ اللبناني يقول من؟ السودان ما نزل بقى الناس شافوا المنظر نزل السودان يطلع من جيبه الطباشير عنده طباشير هو ما مخبوخ اي قال مو هو اللبناني خاف حسب طن حديده قال مو عيب عليك تلبس لغه عربيه تقول لك ما قال درس لغه عربيه تقول لك ما قال لهم هم اي ها قبضتهم تعال تعال
فالشيبين واقفين اثنين، جاهم واحد ولد مصرقع الظهر انه اعوذ بالله في بلاء والنشاد، فمسك الشايب قال كم عمرك؟ كم عمرك؟ قال الشايب ايش تخرب عمرك؟ انقل عنك. قال والله ما اطلق كلمه. الرجال الشايب الثاني عاقل قال لي يا فلان يا ابو محمد عالم عمرك فكنا من شرق خليه يروح. قال عمري 80. قال الله ابعد من الخرج. خلاص ضحك يا ضحك جماعتك، عطهم نكته عطهم دعابه لا تصير اكشر. خليك حليل خليك طيب ابتسم تبتسم لك الحياه ولازم تاكل زبادي تبتسم. الله اكبر. انت عايز صاحب الدعايه زبادي يهيئ لك الابتسام. ياكل زبادي الناس طعم معبسين. لا اعطيك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم تبسمك بوجهك ايش؟ صدقه. تبسمك بخيش صدقه. والحمودي صاحبنا الله يرحمه توفى الشيخ صالح الحمودي قال اذا ما تقدر تصدق بقروشك تصدق بدروسك. دروسك نعم. تصدق ايش؟ بدروسك. قال صلى الله عليه وسلم تبسمك بوجهك صدقه. البسمه تشرح الصدر وكل من قابلت حتى الطفل والله بنت ولد اختي عمره 6 شهور لما يجي يبتسم بوجهي يبتسم يضحك يلعب ومنعب يقعد يصيح هو عمره 6 شهور. ولذلك اذا سئلت بطينك ما هي لغه العالم كلها التي يعرفها الناس تقول لغه ايش؟ الابتسام. الله يجعلنا مبتسمين ويجعلنا من قال الله فيه وجوههم يومئذ مسفرة ضاحكة مسفرة. يلا عشان يتحرك في حاله كيف حركه شيل الكفرات خلاص بديت. يلا يا اخوان ترى هذا العقله والحكم يحكونه نزار. يقول واحد شاعر يخطول ولد مثل البعيد الى ثار زود على حمله نقل حمل الايقاع خطول ولد مثل النداء الى ثار. هذا النداء يحرك جناحه حرك جناحه ايوه مثل النداء الى طار صيده من الجزلات ما هي ضعيفه. وخطول ولد تبني على موته النار. ليش؟ لأن ولد فاميلي ودلوحة ومايع ولتب الطشوك قال آي ما شاء الله يضرب المثل. جزا الله خير عبد العزيز كل خير. بس أمسك كل شيء صور يا خالد. اليوم الموافق 18 من ربيع من جمادى الثاني لعام 1443 الموافق 2002 شهر 1 اي كم مشى اليوم 20 ما شاء الله. مرحبا اخونا ما شاء الله يور الكاميرا يا مصور اخونا عبد العزيز بو يا خير ابو عبد الله الله يجزاه الجنه ويبارك في عمره وصحته وذريته وعياله. وعدنا ان شاء الله برمضان نزوره ونفطر عنده بالصحه والسلامه. وعدنا يحط سمبوسه والقيمات باذن الله. هوا هوا بكره ان شاء الله يجيكم هوا زول. ما تروح المخيم؟ لا في المخيم حاضر. خلصت الأولى؟ إيه.
على على موقع قاعد تخدم فينا من يوم دخلنا قاعد تخدم الله يسلمك خير متزوج لا واحدة حياك حياك أقول هذا الصميل لا الصميل حط عليه حتى الكاميرا عليه يوم الصغير يوم الله يرحمك قاعد عندي ما شاء الله عليك ما شاء الله